إن الله عز وجل أكمل الدين للبشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من الآيات والهدى، وختم له ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد ارتضى الله هذا الدين للبشرية وهو الدين الحق عند الله، فقد كانت الأديان قبله إعدادا له وتهيئة بحسب أطوار البشرية، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله من أحد بعد ذلك دينا إلا الإسلام، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، قد ارتضاه الله للناس وكمله وجمله، فضمن للناس مصالحهم الدينية والدنيوية وكلما هم بحاجة إليه، ففيه ما ينظم علاقات العباد بربهم وهو عباداتهم وعقائدهم، وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم وهو معاملاتهم وأخلاقهم، وفيه خبر من قبلهم وخبر ما بعدهم. هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.